لأن جميع العملاء والرؤساء خدموا في شبكات وطنية وباش نكونوا برامج اللي تكون جديدة، وبالخصوص الهندسة البيداغوجية ديال الاستقطاب المفتوح اللي هو اللي عندنا فيه 85% ديال الطلبة المغاربة الرأسمال البشري اللي كيتكلم عليه سيدنا الله ينصرو، اللي توجهنا باش نتكلموا بالرأسمال البشري وبالشباب، لأن فين ما تكلمنا عن الرأسمال البشري وإلا الشباب مابقاش معطيش هما كيف ما كان بعض المرات البيوض بالعيون الزرقين، هادشي كله ولا ديالنا ما كاينش مشكل. واللي ربما كيفرح وربما راكم كتسمعوا بها بعض المرات حتى الطالبات والطلبة ديالنا اللي ربما حنا تنقولوها ما بقاو كيعرفوا والو ما بقاو كيديروا والو، غير كيمشيو برا وكتشوفهم كيفاش كينجحوا وكيفاش كيرجعوا. تنظن بان الجامعة ديالنا الحمد لله عندها ما تقول، عطات لهذ البلاد السعيدة ومازال عندها ما تعطي. خصنا غير نثقوا في نفوسنا، راه سيدنا الله يسر قال بالخطاب الاخر الثقة في النفس والجدية، وراكم تشوفوا الا درنا شوية النية درنا شوية المرونة بيناتنا تنظن بان نقدروا نديروا شي حاجة كثيرة. حنا لا نبدا، حنا عارفين الجو الجامعي ديما فيه هكا هذا النقاش، بعض المرات راه صحيح كيفاش كنقول، غير بعض المرات خاص شي حكم اللي يكون وسط وياخذ قرار ونمشي. ربما ما يعجبش كل شيء، ما عمركم ما ديروا شي، ما عمر شي واحد لي دويان والبريزيدون وحتى الوزير التنسيق ما عمر ما دير شي قرار اللي غادي يكون 100% غادي يقبل الناس. لا بدا كنخليو المرحله ديال النقاش، المرحله ديال النقاش، ولكن في اخر المطاف خاصنا ناخذ قرار ونمشيو فيه. هادشي اللي درنا اليوم ربما تيقول لي بعض المرات الناس كيقول لك شكون غادي يقول لنا بان هادشي اللي كديروا فيه دابا غينجح؟ لا لا ما يمكنش نقول لك انا هادشي اللي كنديروا غادي ننجحوا فيه 100%، ولكن اللي عارف هي لا ما درنا والو غادي نحيط. حنا متفقين كلشي بان هاد اللي تنديروا فيه اليوم اللي كنا غاديين فيه طريق خاويه غادي نمشيو للحيط، حنا راه في الحيط. ولكن دابا درنا شي حاجه ماشي اختارناها من راسنا، درنا هاد البنش مارك انترناسيونال اللي كاين اليوم، وهو فهمنا بان هاد الكفاءات الاوروبيه وهاد اللغات اللي طارحين لنا مشكل كبير هما علاش خصنا نبنيو، ونبنيو على تخصصات اللي ولات جديده واللي مطلوبه واللي ولات مدير سيدي عامر وكل الزملاء فضلنا بالمحتوى ديال العرض، راه حنا طبعناه وعطيناه للنساء والرجال الاعلام، وفضلوا نمروا للزيارات ديال بعض المرافق اللي عندهم علاقه بتنزيل المخطط الوطني بالنسبه للسونتر دو لونغ اللي غادي يتم التدشين ديالو اليوم، ولا بالنسبه للسونتر دو دينوفاسيون ولا سونتر دانفورماسيون دو روتاسيون دو ليتيديون. En effet, notre faculté considère que le volet associatif est un complément indispensable de notre projet éducatif. Et dans ce sens, c'est notre objectif pour vous voyez. C'est fondamental. Est-ce que je l'ai expliqué tout à l'heure, quand vous regardez un verre, ne regardez pas toujours le verre à moitié vide, il est aussi à moitié plein. Et dire toujours que le meilleur est à venir très tôt, et très bientôt. Donc, il y a la philosophie de la vie. Il y a des formations de l'armée, la France à bord. Il y a des formations de l'armée. Il y a des formations de l'armée. Chaque fois qu'il y a une femme, les discussions, les débats changent de nature, ne serait-ce que sur cet élément-là, sur ce paramètre. Et puis, l'accompagnement en bien crucial, et comme je répète souvent, nos jeunes arrivent chez nous à 17-18 ans, ils sortent à 22-23 ans. Et je pense que c'est là où on peut former la citoyenne et le citoyen. Et je parle la citoyenne et le citoyen, parce qu'il faut absolument qu'ils s'acceptent les uns les autres. Et que c'est ici que ça se passe, si on arrive à mettre, j'allais dire, tous les éléments ensemble et concevoir. L'université aujourd'hui marocaine, actuellement, dans cette phase
الجامعي اللي كتعرفوا بان دخول الجامعي بهندسه بيداغوجيه جديده والانطلاقه ديال المخطط الوطني للتطوير السريع من منظومه التعليم العالي والبحث العلمي. اولا بغيت نشكر الرئيس ديال الجامعه، بغيت نشكر جميع العميده والعمداء وكذلك المدراء وجميع الاساتذه الباحثين والاداريين والتقنيين على هذه حفله الاستقبال وعلى هذا التركيز ديال الدخول الجامعي اللي الحمد لله غادي في واحد السياق اللي هو السياق يعني مرن وسلس بالنسبه لجميع الطالبات والطلبه الجدد. وكذلك هذه الظرفيه هذه راكم كتعرفوا بان الظرفيه اللي اليوم في واحد السياق عالمي وواحد التغيرات وتحديات كبيره اللي كتواجهها جميع المجتمعات والمجتمع المغربي بالخصوص. اولا كتعرفوا يعني التوجيهات ديال سيدنا الله ينصرو في مجال تكوين الشباب وراس المال البشري، هذا هو الغايه من هذه الانطلاقه ديال تنزيل اللي كتكلف باستقطاب مفتوح. وكيف كتعرفوا بان 85% ديال جميع الشباب ديالنا اللي في الجامعات هو في الاستقطاب مفتوح، لان هو فين عندنا راس المال البشري الكبير. اولا هذا كيف ما شفتوا هذه الزياره خلتني نشوف جميع المرافق اللي دارت وبالخصوص تعليم اللغات والمهارات الذاتيه والكفاءات الافقيه. بغيت نشكر جامعه الحسن الاول على هذا العمل الجبار، وان شاء الله غادي يكونوا لقاءات اخرين. جات ايضا هذه الزياره في سياق ديال الليدرشيب اللي بديناها هذه السنه بجامعه الحسن الاول في سطات، اللي غادي تخلينا اولا تكون عندنا هذا اللقاء اللي كيدخل في السياق ديال الثقه في النفس بالنسبه للنساء ديالنا والتمكين ديال النساء ديالنا. دونك هذه من البرامج اللي طلقناها في هذا الباكت اسري اللي حنا خدامين فيه اليوم. والشكر الجزيل لجميع المتدخلين رئاسة الجامعة وكذلك جميع الموظفين الإداريين والتقنيين وجميع الأساتذة الباحثين.